يعني لازم نشوف حل الموضوع ده، لكن شيء بيبقى وارد جدا، سواء اصابات عضليه، سواء اصابات لا قدر الله يعني التواء في الانكل زي ما سعد سمير كده اتصاب النهارده، بعض اصابات الغضروف رباط صليبي زي محمد محمود اللي زار مران الفريق النهارده. لكن بالتحديد انا عايزكم تجيبوا لي بس يا جماعه صوره سعد سمير الاصابه بتاعته، لان سعد سمير تعرض النهارده مع نهايه المباراه او عفوا مع نهايه المران لاصابه في الكاحل. الراجل كان بيعمل جامب نزل رجله اتلوت، فبالتالي لو الصوره اتعرضت هتشوفوا الورم في انكل القدم عند سعد سمير، وبالتالي اللاعب معرض ان هو يغيب عن مباراه سيمبا التنزاني في ظل حاجه النادي الاهلي لجود سعد سمير بشكل كبير جدا، جود كل المصابين، لكن بتحديد مركز الدفاع عندنا نقص فيه شويه. ياسر ابراهيم اتصاب، سعد سمير طبعا كان عاد للمباراه اللي فاتت وكان بيأدي بشكل جيد جدا جدا لما نزل في احداث المباراه، فبالتالي خلينا الناس ابتدت تطمن شويه على خط الدفاع. للاسف النهارده سعد سمير تعرض لاصابه، لكن الجميل ان سعد اهي هي دي الاصابه بتاعه سعد سمير، هو منزلها طبعا حسابه الشخصي على انستجرام على ستوري بالتحديد، وواضح ان هي اصابه تعتبر مش سهله، يعني مش اصابه عاديه. يعني الراجل رجله اتلوت، هو كاتب طبعا الحمد لله على كل شيء، لكن مهم جدا ان هيكون في محاولات كبيره من الجهاز الفني والجهاز الطبي لتجهيز سعد سمير لمباراه سيمبا التنزاني، لان مهم جدا يكون متواجد سعد. وانا يمكن تواصلت مع سعد شخصيا عبر الهاتف واكد لي ان هو حريص جدا وهيعمل كل فرصه عشان يشارك في المباراه ويكون متواجد ومتاح للجهاز الفني، وده كان كلامه كمان مع مستر مارتين لاسارتي النهارده بعد الاصابه، والراجل قال له انا محتاجك بشكل كبير جدا، هنحاول ان انت او يتم تجهيزك للمشاركه في المباراه، وده اللي حريص عليه جدا سعد سمير بالمناسبه. ودي المواقف اللي بتحسب لابناء النادي الاهلي، يعني على فكره سعد سمير كان عنده مواقف كتير جدا قبل كده لعب وهو مصاب، ولازم الجزئيه دي بالتحديد يتم تقديرها بشكل كبير من قبل جمهور النادي الاهلي، واللي انا عارف اكيد بيقدر هذه المواقف.